الدرهم الإلكتروني عبارة عن خدمة جديدة للمجتمع بحيث أن نقلل من استخدام الكاش في الدوائر والمؤسسات الحكومية سواء الوزارات ولا الدوائر المحلية. هي عبارة عن خمس بطاقات، طبعا البطاقات الخمسة هذه تقدر تستخدمها على حسب احتياجك. لو كنت مندوب في شركة خصصنا بطاقة لاستخدام الشركات، وفي بطاقات للأشخاص، طبعا ممكن البطاقات هاي تستخدمها في محلات، ويختلف لمت البطاقة عن البطاقة الأخرى حسب احتياجك. واللي يميز بطاقة الإي درهم عن باقي البطاقات أن بطاقة الإي درهم هي عبارة عن بطاقة مسبقة الدفع، وتشحن البطاقة على حسب احتياجك. رجعنا لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من خلال صباح الدار. مثل ما نعرف كلنا انقضى وقت موسم الحج ورجع الحجاج والحمد لله إلى بلدانهم سالمين، واحتفلت وزارة المالية بوصول عدد بطاقات درهم الكتروني المفعلة حاليا والمستخدمة في الدولة إلى أكثر من 1,000,000 بطاقة. صحيح عبد الله، وقعت الوزارة خلال مشاركتها الأخيرة في فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية ضمن جناح الحكومة الإلكترونية الاتحادية اتفاقية انضمام إلى منظومة الدرهم الإلكتروني مع مركز وول ستريت للصرافة، وأبرمت اتفاقية ثانية جمعتها ببنك أبو ظبي الوطني مؤسسة دبي التجارية دبي العالمية للانضمام واعتماد خدمات المنظومة. فعشان نتكلم أكثر عن هذا الإنجاز يسعدنا أن يكون معنا في استوديو صباح الدار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية. فيا هلا ويا مرحبا فيك صباح الدار. صباح الخير، يا مرحبا بكم، منورنا سعادتك. شكرين، يا هلا وسهلا، مبروكين، ألف مبروك. الله يبارك حياتك. حياك الله. طبعا اللي نعرفه أن ما شاء الله وصلت لعدد جدا كبير من البطايق، فأبغى أعرف شو يعني لكم وصولكم لمليون ومئتين بطاقة؟ بداية وزارة المالية مثل أي وزارة مالية أو دائرة مالية تحصل رسوم الحكومة. ابتدت الوزارة منذ تأسيس الاتحاد بتحصيل هالرسوم بالطرق التقليدية من خلال يعني استلام النقد وبيع الطوابع، ثم انتقلت للجيل الأول من درهم إلكتروني، ولكن كانت يعني بطاقة مغلقة ونظام مغلق. كانت بطاقة واحدة تقريبا، نعم، وكانت كانت البطايق فقط تستخدم في منظومة الحكومة الاتحادية، نعم، وبعض الجهات المحلية قليلة جدا كانت، نعم. ثم ارتأت ان الحكومة يجب يعني الانتقال وايصال الخدمة بشكل افضل وبشكل اسرع وبتكلفة اقل، فارتئينا الانتقال من الحكومة من القطاع الحكومي الى الشراكة مع بعض الجهات الخاصة. فارتأت الوزارة انها تعمل مناقصة واختارت بنك ابو ظبي الوطني كشريك تقني وشريك مالي لتقديم الخدمة، واصبحت البطاقات يعني منتشرة في كل فروع البنك، وايضا الوزارة يعني دخلت البنوك الثانية مثل ما تفضلت الاخت حنان، قالت وول ستريت اكسشينج كصرافة ايضا تبيع، وفي كثير من نقاط البيع اليوم متوفرة، فاكثر من 5,000 نقطة بيع للبطاقات للدرهم الالكتروني. البطاقات اصبحت يعني سهلة ويسرة، وكثير من أولياء الأمور أيضا يحبون يشترون البطاقة هاي لاستخدام أولادهم، يشترون في يحطون المبلغ اللي هم يبونه. هاي البطاقات اللي تكون متوفرة يعني تبتدي ب 100 درهم وتنتهي ب 20,000، نعم. فمثل ما تفضلت حنان، المبلغ اللي يرتيه ولي الأمر يحطه في البطاقة متروك لأولياء مثل الأمور، مثل البريبيد كارد البنكية، نعم. هاي بطاقة واحدة من البطاقات الخمس، وايضا يعني الليمت مفتوح ل 10 ملايين درهم، ايضا البطاقه هاي تكون عاده مغلقه، فسهوله الاجراءات وايضا بساطتها
ساعدت وصول بطاقة الدرهم وأنها تكون بطاقة مفعلة ونشطة. يعني فهمت في خمس أنواع من البطائق، هل خمس أنواع لها أي نوع من الفوائد؟ بالفعل خمس أنواع. البطاقة الأولى هي زرقاء عليها ليمت لين 20,000، ممكن استخدامها في معاملات الحكومة أو أي جهة تجزئة أو على الإنترنت. والبطاقة الثانية لين 50,000. نوعين، نوع مغلق أو محصور على الخدمات الحكومية وأكثر متروك للمندوبين ولأصحاب الشركات، ونفس النوع أيضا ممكن استخدامه على الإنترنت. والبطاقة الرابعة لها لمت لين 2,000,000، والأخيرة اللي هي لمتها 10,000,000 درهم. عندك سعادتك شيء من هالبطاقات؟ صادف لأن أمس بطاقة ولدي محمد انتهت، فمريت جددت البطاقة واستلمتها اليوم. حلو. فأنا ما عندي إلا نوع واحد اللي هي بطاقة ولدي محمد. أهم شيء اللمت مالها كم؟ لمت محمد ولدي 1,000 درهم. حلو. وروحه ما شاء الله يمر على أي فرع من الفروع البنك أبو ظبي الوطني أو أي جهة ثانية، وممكن يعني يزيد اللمت كل ما يشتري على الانترنت. جميل. طيب سعادتك منهم يعني شركاء وزارة المالية، وكيف يعني يتم يعني التسديد وتحصيل هذه البطاقات المبالغ منها؟ مثل ما أطلق يعني سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحكومة الذكية معناتها الخدمة تكون متوفرة للمواطن وللمقيم في المكان اللي هو موجود فيه، سواء كان يبغي يستخدم خدمة الموبايل أو على الانترنت أو يزور أي مركز من مراكز تقديم الخدمات. فنحن فتحنا المجال لكل جهة تقدم الخدمة، سواء كانت يعني وزارة أو كان مركز تسهيل أو كان مركز أفاق، المراكز اللي تقدم الخدمات. وأيضا الوزارة اليوم يعني طورت أنظمتها مع بعض الجهات اللي أنظمتها جاهزة كوزارة العمل، فالعميل والمستفيد من خدمة الحكومة يستطيع إنجاز مهمته ومعاملته بالطريقة اللي هو يرتئيها. نعم. أسهل له. جميل جدا. زين، مردود هاي الاتفاقات على الحياة الاقتصاد في الدولة شو المردود؟ نعم، أهم جزء نحن نقول نبغي نكون يعني حكومة ذات كفاءة، ونحن دائما نقول نبغي يعني الوقت العميل اللي يأديه في إنهاء معاملته يؤديه في أمور أخرى، بالتالي يعني كفاءة تزيد وإنتاجية تزيد. جميل. فنحن ما نبغي يعني المراجعين يراجعون الجهات الحكومية فيستفيدون من الوقت. نعم. فالوقت هذا هو اللي يعني بيساعدنا في تطوير مهامنا ومسؤولياتنا. يعني هل تؤدي هذه البطاقة سعادتك إلى يعني مثل ما يقولون ترشيد الموارد المالية؟ بلا شك، يعني المالية هي الجهة اللي تساعد في تقديم خدمة من خدمات الحكومة. نعم. نحن اليوم عندنا أكثر من 4,600 خدمة. نعم. موجودة كلها على قائمة الخدمات مثل الكتالوج، فنحن هني في القاعدة اللي تنجز معاملاتك، فنحن يعني نساعد في تأدية وتسهيل المعاملات الحكومية. جميل. في فكرة ثانية أيضا اللي هي بطاقة الهوية، ما أعرف إذا بديتوا تشتغلون عليها، أنه ممكن يقبلون الدفع عن طريق بطاقة الهوية مش البطاقة الثانية. نحن ارتئينا أيضا خلال اتفاقية التعاون مع هيئة الإمارات للهوية ومصرف الإمارات المركزي، وحاليا في مراحل التجربة ومراحل الاختبارات. نعم. كيفية استخدام بطاقة الهوية. بطاقة الهوية مثل ما أعلنت هيئة الإمارات للهوية أنها من أفضل البطاقات اللي متوفرة في العالم، وهي بطاقة ذكية جدا. صحيح. ومن خلال السمارت شيب ممكن يعني ومؤخرا بعد سعادتك اعتمدت في مايكروسوفت. نعم. يعني اول بطاقه. نعم. فنحن فيها الان في مراحل يعني متقدمه جدا، وان شاء الله في القريب العاجل قبل نهايه العام بنعلن كيفيه استخدام بطاقه الهويه كايضا وسيله من وسائل الدفع، فسواء كانت يعني بطاقه الدرهم الالكتروني او كانت بطاقه الهويه، ولكن نحتاج يعني بعض الامور التقنيه كالترابط مع البنوك وكيفيه يعني تعبئه الهويه بالمبلغ اللي مطلوب ومن ثم استخدامها لإنهاء وإنجاز المعاملات. يعني مستقبلا انا كمواطن بستغني عن حمل بطاقات اخرى سواء كانت
كل خدمة مثل الدرهم الإلكتروني بتوجد في بطاقة الهوية، وبما أن بطاقة الهوية موجودة أيضا عند محمد ولدك الله يحفظه، فممكن يستخدم بطاقة الهوية كيعني اي تي ام مشين يسحب منها الرصيد. نحن في دولة الإمارات يعني عندنا النقد المتداول في حدود 70 مليار درهم، وأيضا البطاقات أصبحت كثيرة، يعني سواء رخصة القيادة أو بطاقات العمل أو بطاقات كثير. أتمنى في المستقبل يعني تتوحد البطاقات هاي، والهدف هذا هو أصلا موجود، هدف رئيسي في أجندة الحكومة، وأيضا هدف موجود لدى هيئة الإمارات للهوية بكيفية توحيد البطاقات واستغناء عن كثير البطاقات واستخدام بطاقة واحدة اللي هي بطاقة الإمارات الهوية. أتمنى أنها يعني في القريب العاجل تكون هي البطاقة الوحيدة اللي بتكون موجودة في محفظة المواطن أو المقيم في دولة الإمارات. فعلا أخبار تصير وأفكار جدا جميلة. يبغي المشاهدين يشوفون الكرت بوضوح، بيسوي عليه دخل داخل البطاقة. ساعتها مش بطاقة الهوية. محمد ولدك فضحنا، ها بطاقة محمد يا جماعة وفيها 1000 درهم. حلو. إنزين كيف ممكن أو الخطط المستقبلية أنكم ترتقون من خلال هاي البطاقة أو أنكم تطورونها أو أيضا بطاقة هوية؟ هل في أفكار ممكن أنكم تضيفونها تبرزها الحين عندنا في صباح الدار؟ نعم، نحن غير المشروع اللي شغالين مع هيئة الإمارات للهوية، ايضا عندنا مبادره انها تكون اكشاك الكترونيه متوفره في كثير من نقاط البيع ونقاط التجزئه كالمولات وامور اخرى لجميع الخدمات المطروحه، لجميع خدمات الحكومه تكون يعني متوفره. فايضا حاليا الخدمات يعني متوفره الكترونيا وممكن انجازها خلال 24 ساعه اي وقت. يعني في السابق كنا نلزم العميل انه يراجعنا خلال اوقات معينه. نعم صحيح. والكاشير كان يعني يسكر الكشك بعد الساعه 12. نعم. فالمعاملات كانت تتاخر، ولكن الان صحيح. يعني بنخليها متوفره للمقيم وللزائر وللمواطن في اي وقت يرتئي، سواء كان يعني وقت الدوام يراجع الجهة الحكومية أو من خلال يعني تسوقه وترك الأسرة والعيال للتسوق وهو ينجز بعض المعاملات. فالأكشاك هاي بتكون متوفرة في كل المولات، وأيضا أجهزة الاي تي ام أيضا يعني بتساهم في تسهيل بعض الإجراءات الحكومية. وأيضا يعني لنا ما زلنا يعني الثقة ما وصلت للمستوى المطلوب في لدى الجمهور. أيضا يعني وفرنا خدمة اللي هي تسمى خدمة الإي فاوتشر، تذهب لأي سوبر ماركت أي بقالة. نعم. تكون يعني متوفرة لدى الأجهزة الإلكترونية، تستخرج البطاقة الورقة تستخدمها لمرة واحدة. جميل. فالورقة قد تكون يعني من 50 درهم إلى 1000 درهم المبلغ اللي ترتئي. وين ضاعت هالورقة؟ ممكن أيضا في مركز الخدمة، الشريك الاستراتيجي وفر مركز خدمة، المركز يشتغل 24 ساعة. حلو. ومن خلال يعني بعض الأسئلة الأمنية ممكن استرجاع المبلغ. وبالعكس يعني المبلغ اللي موجود اليوم في محفظتنا المبالغ النقدية، إذا ضاعت المحفظة قد يضيع المبلغ. صحيح. ولكن من خلال المنظومة الإلكترونية والفاوتشرز والكروت المبالغ دائما ممكن استرجاعها، لأنها تكون مبالغ يعني افتراضية وهي أصلا موجودة تنتقل من حساب إلى حساب. صح. بالتعامل مع مصرف الإمارات المركزي، وأيضا مصرف يعني قائم بجهود جبارة لنجاح المشروع. نعم. وهو تقريبا رغم الفاوتشر إذا لم يستخدم لفترة يعني يعرفون أنه ما استخدم لمدة 24 ساعة يلغون هذا الرقم. صحيح. يطلعون رقم غيره. صحيح. في بنفس صحيح كلامك صحيح أخ عبد الله. الفاوتشر بس مدة 24 ساعة. ولكن في له رقم سري، إذا يعني الفاوتشر طاح في إيد حد ثاني ممكن يستخدمه. أي. طبعا الرقم هو يعني صعب واحد يحفظه، فلازم الفاوتشر يكون موجود. نعم. من خلال الأسئلة اللي تكون موجودة في النظام. صحيح. يستطيع صاحب المعاملة يسترجع المبلغ. يعني مثل ما ذكرت قبل شوي بعد أن خلاف أن في الأكشاك اللي بتكون موجودة بيكون بعد عندكم الأجهزة الإلكترونية اللي تكون الـ ATM
نتمنى بعد أن صار في بعض الأماكن نشوف أن في جهاز للجهة الفلانية وجهاز للجهة مثل ما في الحين ربط في بطاقة الهوية. نتمنى بعد هالأجهزة مستقبلا تدمج تكون جهاز واحد موحد في كل الأماكن تلقى منه كل الخدمات، لأن فعلا صار في تعدد للأجهزة الحين في كل مكان. اليوم الترابط الإلكتروني اللي موجود نستطيع نستغني عن كثير من الأجهزة، ولكن من ناحية التسويق الجهات تحب ان اجهزتها تكون متوفره. صحيح. مو فقط يعني من لعدم وجود التقنيه اللي تساعد في الترابط، ولكن الجهه نفسها تشوف اذا جهازها يعني موجود بالمقابل جهاز بنك اخر او جهه اخرى او قطاع اخر. الهدف مو فقط يعني هدف توفير خدمة، وهدف تسويقي أكثر من أنه يعني صعوبة الترابط. نعم. نحن ذكرنا عدة بطائق، خلينا نتكلم شوي عن البطاقة اللي رويتنا إياها قبل شوي، أو حتى بطاقة الهوية يوم تصدر، هل ممكن استخدامها فقط داخل الدولة أو في نية ممكن أن نستخدمها خارج الدولة؟ لا حنان، اليوم البطاقة الدرهم الإلكتروني يتبهبك بحد اسمه حنان؟ إيه رحاب. رحاب. لا هو هاي ثالث مرة بس. لا بس انت شكلك حنان مش رحاب. أنا متفق معك. البطاقة ممكن يعني تستخدم خارج الدولة حتى في الوضع الحالي بدون يعني إضافة. حتى الآن يعني. نعم اليوم هي بطاقة متوافقة مع أنظمة الفيزا. بما أن الشعار موجود عليه فيها نفس نعم أي جهاز في أي مكان في العالم يعني يستقبل خدمات الفيزا ممكن سداد واستخدام المبلغ المتوفر في البطاقة. نعم. الإضافة الجديدة اللي موجودة في الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني وما كانت موجودة في الجيل الأول أن الجيل الأول الإنسان ما يقدر يستخدم المبلغ ما عدا في قطاع ضيق ومكان يعني بسيط اللي هو الخدمات الحكومية، واسترجاع المبلغ إذا كان في أي فائض يجب أن يمر من خلال دورة مستندية. نعم. معقدة وطويلة وتتأخر يعني المعاملة واسترجاع المبلغ للعميل. نعم. نفسه. أنت إذا ذكرت قبل شوي بما أنها هي فيزا وذكرت موضوع التسويق من خلال أجهزة الاي تي ام، يعني في ذكرت هذا الموضوع أنك تحب تسوق، يعني أنت كجهة تحب تشوف الاي تي ام مالك. أنا بقول لك شغلة، شو اللي يخليني مثلا أروح أخذ هذه البطاقة من البنك وما أخذها من درهم إلكتروني؟ يمكن في ميزة هناك أنا أحصل أميال، عندكم ما أحصل أميال. نعم. في شيء مثل هذا عروض راح تكون على البطاقة نفسها؟ نعم. مستقبلا نحن اللي يميزنا يعني وما يميز كثير من البطاقات التجارية الأخرى الرسوم البسيطة جدا اللي موجودة. نعم. سرعة الإنجاز اللي موجودة. نحن نفتخر اليوم عندنا يعني أول 9 شهور من سنة 2014 يوميا ننجز ما يتعدى 120 ألف معاملة و1000 خدمة نقدمها في الحكومة وللقطاع الخاص وللجهات الحكومية غير الجهات الاتحادية أيضا. يعني رسومنا بسيطة جدا. جميل. نحن في صدد يعني تنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بكيفية تخفيض الرسوم أو إزالتها. جميل. فأيضا يعني هاي الدوافع هي اللي تساعد العميل. أيضا هذه أوفرات تعتبر. هاي أوفرات. وأيضا نحن نناقش بعض الجهات اللي تستطيع من خلالها يعني تعطينا بعض العروض التسويقية. جميل. تكون متوفرة وتكون جميل يعني جدا. يعطيك ألف عافية سعادة يونس حاجي الخوري على تواجدك اليوم معنا وعلى المعلومات اللي قدمت لنا إياها بخصوص البطائق. نتمنى لكم كل التوفيق وشكرا على التساهيل اللي مقدمينها لنا. شكرا لحام. يعطيك العافية. شكرا. ومن خلال هالمعلومات أنا واحد من الناس بتوجه إلى بطاقة درهم إلكتروني إن شاء الله لأنها فيها عروض جيدة، ونتمنى بعد جمهورنا يعني يتوجه لأن فيها عروض ما بتدفعون رسوم. من الحين نقول لكم خذوا البطاقة من الحين. ألف شكر لك سعادتك. شكرا الله يخليك. أكيد مشاهدينا نحن بعدنا مستمرين وياكم، نطلع فاصل صغير ورادين لكم، لا تسير مكان تغير.